اسمي أنا آيات القمري، طالبة في كلية البحرين للمعلمين، ومشاركتي عبارة عن قصيدة لخليفة. ليك مني يا خليفة هالرسالة، يا أبو الخيرات يا راعي العدالة، على قولتهم طبعا، عذرا اني ارتجف ترى حضوركم مربك يا ثوار. ليك مني يا خليفة هالرسالة، يا ابو الخيرات يا راعي العدالة، يا كبير القام يا صاحب جلالة، مني اعطيك العذر، مني اعطيك العذر، الحوار. لا بوي شيل
الحوار، احنا مطلبنا صريح وما نغير هالمسار. دير بالك ترى والله والله خليفة والله لين ما لميت قشك شفت صدام الأسد قلب فار. لكن أنا ما أدري شو بصيبك وش يصير، لأن حتى الفار أنت عليها عار. وأخيراً أرجع أقول وبعد فوت الفوت يا حج الخليفة والله ما يفيد الحوار، ما ندري حج بعد لولا، وشكراً.